بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أخواتي الوفيات مشتركة العزيزات في فيديو تاع اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا مقروط رائع ومن أروع ما يكون كنت ديجا درت معاكم مقروط تاع الورقة ودرت مقروط عادي بصح اليوم جبت الوصفة بكل التفاصيل وبمقادير مضبوطة وإذا كان عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم شجعوني باللايكات وخلوا التعاليق ونتمنى لكم مشاهدة طيبة للفيديو نبداو بسم الله على بركه الله آه نضع في وعاء آه ربع كيلات تاع السميد المتوسط تاع المقروط آه كيما راكم تشوفوا آه الكيلة ما نعمرهاش مليح نخلي ربع باش نكملوه بالفارينة آه دور الفرينه هنايا باش ما, ما يتفتحوش الحبات تاع المقروط في المقله ندير مغرفة لافاني نزيد الملح على حسب الحاجة وندير كيلة إلى ربع تاع السمن نكمل هذاك ربع بالزيت المائدة نخلط مليح حتى يدخل كامل السمن في السميد ونخليه ليلة كاملة باش يتشرب مليح هذا هو سر نجاح تاع المقروط وبالنسبة للحشو ندير ثلاث كيلو تاع الكاوكاو نزيد نص كيلة تاع السكر مغرفة لافاني مغرفة تاع الزبدة نزيد قليل من ماء زهرة البرتقال ونشفخوه بالماء حتى نتحصل على عجينة شادة روحها الان الخليط ما نشمخوش دفعه واحده لازم نشمخ بشويه قيس 10 ولا 15 حبه باش ما تيبش العجينه كي نخليوها نعجن 10 نحطها تطيب ونزيد 10 اخرين حتى نكمل كامل السميد نشمخ بالماء ندير قليل من الماء الزهر نفتل مليح مليح بالماء باش ما تشققش الحبه نشوف القوام كيفاش لازم يكون لازم يكون طري بعد نشكل حربوش وبالبوس نضغط على وسط العجينه باش نحط الحشوه بعد نسقم من هذاك الحربوش ندير له قليل من هذاك السميد باش يجي شكل شباب بعد نقطع مقروطات متساويه نشوفو كي نقطعهم كامل نشوفو كيفاش نسقمهم هنايا حطيت الزيت تسخن والعسيله تاعي طيبتها وبردت ولدهم كم وصفه تاع العسيله قولوا لي في التعليقات راح ندير الوصفه راح نسي غير وحده في الزيت باش نعرف اذا تشقق ولا لا واذا شفتوها تشقت غمسوا الحبه تاع المقروط في الماء ونحيوها وحطوها مباشره في الزيت واذا شفتو المقروط تفتت في الزيت كي تفتلي مره اخرى زيدي مغرفه كبيره من الفارينة وفتليه مليح مليح والنار لازم تكون متوسطه باش يطيب من الداخل وشوفوا بعد ما طاب وهو سخون نحطوه مباشره في العسيله العسيله تكون بارده لازم نخليوهم في العسيله حتى يطيبوا هذا كله في المقله باش نحيوهم باش يشربوا مليح صراحه نتمنى لو كنت تذوقوه مقروط رائع جدا نعاود نكرر الطريقه مره اخرى باش تفهمها مليح وهذه المره راح نقشوه ونخليكم مع الوصفه ومشاهده طيبه وكان هذا الفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون هذه الوصفه تاع المقروطه عجبتكم راح ندير لهم قليل من العسيله من الفوق للتزيين واذا عندكم قليل من الجلجله نديرو واذا عجبكم الفيديو تاع اليوم كالعاده شجعوني باللايكات وخليو لي تعاليق وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفائده واشكركم على حسن المتابعه وطيبه الاصغاء نلتقي في فيديو اخر بحول الله ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في امان الله